لما اطلع لفاصل، دايما النادي الاهلي هو الترند. اي حاجه النادي الاهلي بيتكلم عنها او بيبروزها بتبقى حديث كل الصحف العالميه. مش هتكلم على الاخبار والمعلومات، وانت لو دخلت على جوجل وبصيت وعملت سيرش على الاخبار واكتر الاخبار اللي عليها نسبه متابعه وقرايه او حتى فيديوهات مشاهده هتلاقي الاهلي. لا، الاهلي بيكبر اي منتج، والاهلي بيكبر اي حاجه. اغنيه محدش شافها ولا حد سمعها ولا حد اهتم بيها من احتفاليه في نهايه دوري ابطال افريقيا تلف العالم كله، تبقى موجوده في مدرسه الكره في ريال مدريد، تبقى موجوده في احتفاليه لبعض المباريات في الدوري المغربي، تبقى موجوده في بطوله الكاس الذهبيه الكونكا كاف، مباراه ما بين قطر والمكسيك، قطر تكسب تتاهل للدور ربع النهائي، تلاقي لاعيبه قطر خارجه من الملعب بتحتفل بنفس احتفاليه او اغنيه احتفاليه الاهلي في نهائي افريقيا. لو معانا اللقطات او لو معانا الفيديو اللي هنشوف فيه احتفال لاعبي قطر بعد الفوز على المكسيك، نفس المشهد بالظبط لاحتفاليه الاهلي وخروج طاهر وحسين الشحات وكهربا بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي. اللقطه دي كانت ترند النهارده على كل منصات السوشيال ميديا سواء في تويتر او الفيسبوك. تعالوا نشوفها كده مع بعض.